والله انا ما نحبذش من لاعبي تستاد يمشيوا للفريق الوطني، خاطر كل ما يمشي من الفريق الوطني الا ومردوده مع الجمعيه واللي مش هو. اما انا نتصور انه بلال ماجر والخضراوي عندهم مكانهم معناتها في الفريق الوطني. هيثم الجويني هذاك ما فيهوش شك، نورمالمون حمزه الخضراوي يكون موجود احسن جناح توا في البطوله، من بعد بلال الماجري معناها زاد عنده حظ باش يكون موجود. اخويا انا ماذا بيا البقلاوه الكل، الخضراوي والماجري ولا ماجري هذوما لي دو امونافي، وثم برشا جوالات اخرين زاد من ليكيبات اخرين. عطينا تونس تربح ما يهمش، من البقلاوه من الكلوب من الاسبيرونس من بنزرت كل حق. بلال الماجري عن جداره وهيثم الجويني، وان شاء الله الخضراوي، ان شاء الله الخضراوي ما يظلموش جلال قادري، والقادري مرن الستاد التونسي ويعرف الستاد التونسي، يعرف الملعب التونسي اللي عنده رجال وعنده اولاد ما يلعبوش على الفلوس، يلعب على حب الجماهير، حب الجماهير الذي المحرومه من الانتصارات. والله عندنا هيثم الجويني وبلال الماجري وحمزه الخضراوي، اكثر حاجه مع غلطها السي جلال هو ما عادش الحمزه الخضراوي اللي هو تو احسن جناح في البطوله. والله عندك الخضراوي خويا حاجه زاده باهيه برشا، حق نتاع ربي. باش ما نزيدش نقول واحد اخر ما ذاك يستحق. هيثم الجويني، الخضراوي. الجويني، الخضراوي والماجري. ثلاثة، بلال الماجري والجويني والخضراوي. برنسيب هيثم الجويني ياخذه ما فيش لعب. خاطر عنده خبرة وقاعد يماركي وباهي. ثم بلال الماجري زاد قاعد متحسن باهي. الخضراوي ما خذاوش إلا غالب، أما بزوز هذوما يلزمهم يكونوا في الليستة. عندك الجويني والماجري هذوما الزوز الحقيقه. طيب توا هيثم الجويني بريسك موجود يعني، فهمتني؟ ميزابار هيثم فما حمزه الخضراوي قاعد يعمل في مردود، قاعد يكوري كيف الماجري زاد علاش ليه يعني. ثلاثي الهجوم في البطوله 19 هدف ينجموا يكونوا ثلاثه موجودين، ما نتصورش علاش ما فماش من خير منهم. نجم نقول لك حاجه، هو راه في ستاتيزيان حتى الجوار اللي يجي سو بريسيون، ما فماش ضغط مثلا نتاع تشامبيونز ليغ ولا كاف ولا فهم شنو يعني. جمعيه صحيح نحن جمعيه كبيره من سنين، من نحن نورمالمون كل عام نلعبوا على تيتر، مي كي يجي يلعب في الصاد ما عندوش الضغط نتاع الجمعيات مثلا كيما تراجي ولا الكلوب ولا اسبيرونس، فهمت؟ يلعب مرتاح، فهمت لهنا، ويلقى يعني جمهور الصاد يعاون يدز مع الجوارات. الجوين والخضرة هذوما جوارات باهيين. بلال الماجري والجويني والخضراوي. يستحق بلال، يستحق هيثم، يستحق خضراوي، علاش ما عيطلوش؟ ظلم ولا ظلم؟